بخرجة جديدة وصفها المتتبعون بالمثيرة، طالبة اليوتيوبرز المغربية المعروفة غزلان يحيى والمعروفة باسم ياري بلوغ بتدخل المصالح الأمنية لحمايتها بعدما تعرضت للعنف على يد زوجها الإماراتي وطردها من منزلها. وقالت اليوتيوبرز في حالة يرثى لها وهي المقيمة بالإمارات المتحدة وفقة زوجها وأبنائها، إنها مباشرة بعد عودتها لمنزلها بالإمارات تعرضت للضرب من قبل زوجها وطردها من المنزل، مطالبة السلطات والجمعيات الحقوقية بالمغرب والإمارات بالتدخل لحمايتها. وأضافت غزلان في منشور عبر خاصية ستوري بحسابها على انستغرام إنها تعرضت للخيانة والعنف، ولولا لطف الألطاف لكانت ستقع جريمة. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.